بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. ثم أما بعد، أعزائي طلبة وطالبات الصف الأول الثانوي بمدارسنا مدارس الدلتا الدولية للغات، أهلا ومرحبا بكم مع حلقة جديدة بعنوان التدريبات البلاغية والنحوية. ولنبدأ معا. السؤال الأول يقول: بيّن نوع التشبيه فيما يأتي. قال الله تعالى: واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا. ما نوع التشبيه هنا؟ نلاحظ أن التشبيه هنا هو تشبيه بالفعل، هو تشبيه تمثيلي، لأننا قد شبهنا حالة بحالة. المثال الثاني: ريقه كالشهد صفاء. ما نوع التشبيه؟ ريقه كالشهد صفاء. المشبه ريق، والكاف أداة التشبيه، الشهد مشبه به، صفاء وجه الشبه. إذن أركان التشبيه قد اكتملت، فنوع التشبيه هنا بالفعل هو تشبيه مفصل، والتشبيه المفصل هو الذي تذكر فيه أركان التشبيه بالتفصيل، المشبه والأداة والمشبه به ووجه الشبه. المثال الذي يليه: قلوب بعض الناس كالحجارة. إذن فقد شبهنا القلوب بالحجارة، وهناك أداة للتشبيه هي الكاف. إذن نوع التشبيه هنا بالفعل هو تشبيه مجمل، التشبيه هنا تشبيه مجمل. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المؤمن في الدنيا ضيف. ما نوع التشبيه هنا؟ نلاحظ أننا قد شبهنا المؤمن ضيف بالفعل، إذا نوع التشبيه هنا هو تشبيه بليغ، وجاء التشبيه البليغ هنا على هيئة المبتدأ والخبر. المؤمن ضيف. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل الصلوات الخمس كمثل نهر جار على باب أحدكم يغتسل منه كل يوم خمس مرات. ما نوع التشبيه هنا؟ بالفعل نوع التشبيه هو تشبيه تمثيلي. المثال الذي يليه: هجم الجندي على العدو أسدا. ما نوع التشبيه هنا؟ نلاحظ أننا قد شبهنا الجندي بالأسد، بالفعل نوع التشبيه هنا هو تشبيه بليغ، وقد جاء على هيئة الحال وصاحبها، الجندي أسد. فمصر إن شئت نار الله موقدة. مصر نار، إذن فقد شبهنا مصر بالنار المشتعلة. إذن فنوع التشبيه هنا هو التشبيه البليغ. كأنك شمس. نلاحظ في هذا المثال كأن هي أداة التشبيه، والكاف هي المشبه، وشمس هي المشبه به. إذن نوع التشبيه هنا بالفعل هو تشبيه مجمل. والماء حولك فضة. الماء فضة،
إذن فقد شبهنا الماء بالفضة، فنوع التشبيه هنا بالفعل هو تشبيه بليغ، وقد جاء التشبيه البليغ هنا على هيئة المبتدأ والخبر، الماء فضة. العلم في الصغر كالنقش في الحجر. نلاحظ أننا قد شبهنا حالة العلم في الصغر بحالة النقش في الحجر، فنوع التشبيه هنا هو تشبيه تمثيلي، لأننا قد شبهنا حالة بحالة أخرى. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وله سائر الجسد بالسهر والحمى. إذن نوع التشبيه هنا تمثيلي، فقد شبهنا حالة بحالة أخرى. راس: سيذكرني قومي إذا جد جدهم، وفي الليل طظ الماء يفتقر. ما نوع التشبيه هنا؟ نلاحظ أن التشبيه هنا هو تشبيه ضمني، فهو يشبه حاجة قومه إليه في وقت الشدة بحاجة الليلة الظلماء للبدر، ولكنه لم يصرح بالمشبه أو المشبه به، وإنما فهمنا التشبيه من مضمون الكلام. إذن فنوع التشبيه هنا تشبيه ضمني. المثال الذي يليه: فإذا شكى فالقلب برق خافق، وإذا بكى فدموعه الأمطار. ما نوع التشبيه في قول الشاعر فدموعه الأمطار؟ نلاحظ أننا قد شبهنا الدموع بالأمطار، إذن فنوع التشبيه هنا هو تشبيه بليغ، وجاء على هيئة المبتدأ والخبر، دموعه الأمطار. إن القلوب إذا تنافر ودها مثل الزجاجة كسرها لا يجبر. ما نوع التشبيه هنا؟ بالفعل هو تشبيه تمثيلي، لأننا قد شبهنا حالة بحالة أخرى. وإذا أشار محدثا فكأنه قرد يقهقه أو عجوز تلطم. فكأنه قرد، كأنه قرد، ما نوع التشبيه؟ بالفعل هو تشبيه مجمل، كأن هي أداة التشبيه، والهاء في كأنه هي المشبه، وكلمة قرد هي المشبه به، إذن فنوع التشبيه هنا تشبيه مجمل. أنت كالأسد شجاعة. أنت مشبه، والكاف أداة التشبيه، والأسد مشبه به، وشجاعة وجه الشبه.